والغدة مهم. الدرقية. تمام شكرا لاتصالك ست روابي، إن شاء الله يا رب تكون لقيت إن جوابك معنا. دكتورة نرجع خلينا نمشي شوي من هذا الموضوع. إيش ممكن يعمل الإناث، خلينا نقول الإناث قبل ما أقول الذكور، هم يمكن بهم هذا الموضوع أكثر، لما يفقدوا زي النوع الثالث اللي شفناها الصورة اللي فيها النوع الثالث، لما يكونوا فاقدين يعني صلعة كاملة، تمام خلينا نحكيها هيك على بلاطة، بتكون صلعة، يعني هذا بيمنع حياتها، بيأثر على شغلها، بيأثر على نفسيتها، بيأثر على احتمالية زواجها، بيأثر إذا متزوجة إنها تتطلق، يعني لأنه مع الأسف يعني مجتمعنا تمام هلا يعني هذا النوع من ال بس قبل ما نبلش رح أمسك هاي النقطة وراح آخذ أم هاني. أم هاني تفضلي، أنت معنا على الهواء. ألو، أهلا وسهلا، تفضلي أنت على الهواء أم هاني. دكتورة كيفك رشا دكتورة؟ معك. كيفك دكتورة؟ أهلا وسهلا حبيبتي، بدي أسألك بس. تفضلي. هلأ بالنسبة لمشكلة الشعر الخفيف، وانت هلأ انتبهت على كلامك، أنا بتقولي إن في صلع براسي عند السيدات من جهة الأب، يعني هلأ أنا صرت محتارة، أنا شعري خفيف ولا هي مشكلة صلع براسي؟ أنا بحس لازم تنشاف. وسط هاي عندي صار كثير شعر خفيف فيها، بالبق مش عارف هلا انا شو يعني. يعني البقعة، المنطقة اللي فوق اللي احنا اشرنا عليها، هي اللي فاضية عندك بوسط الرأس، مش فاضية بس بحسها انها اكثر منطقة خفيفة. اكثر تمام منطقة اكثر منطقة خفيفة. عم خفيفة. بيزيد هذا الشيء، عم بتحسيه بيزيد سنة عن لا سنة؟ هو زي ما هو، انا عم بحسه يعني هو هيك انا طول عمري يعني. عمرها قد ايه عمر حضرتك؟ 28. لسه صغيرة يعني، في اذا كثير نبلشها مشاكل بهاي على العمر الطريقة. الصغير، انا عم في بلاحظ في اغلبية الشكوات بس عم انا تيجي من هلا صغار كثير بالنسبة بالعمر. لشغلة الغدة والمخزون الحديد، الامور هاي نعم كلها نعم عم هذا تحت صحيح، فحوصات هذا هدول سليمة. شددنا عليهم، بس برضه لما تاخذي هاي الفحوصات يجب ان يطلع عليها اخصائي، ويفضل انه هذا الاخصائي يكون عنده خبره بالجلديه، بزراعه الشعر ومشاكل الشعر، يعني في بالجلديه اختصاصات كثير، جزء منهم مثل الدكتوره رشا رشيد عندهم خبره زياده، مهتمين بموضوع زراعة الشعر. زراعه الشعر وفقدان الشعر وزياده الشعر وحلول الشعر. ان شاء الله يا رب هاي النقطه تركزي عليها بالفحوصات، وتاخذي استشاره طبيه من اخصائي له خبره بموضوع لازم الشعر، تنشاف يعني بصراحة، لازم تتقيم، ينشاف الشعر، لأنه أول ما الطبيب أو الأخصائي لازم تشخيص الجلدية سريري، ما بكفي يشوفها ما الحكي. بنفاكي الحكي، لازم يشوفها دايركت، بيقولها عندك صلع، ببين أصلا مزبوط. عندك صلع وراثي أو ما عندك صلع وراثي، بيكون مبين صراحة. طيب هلأ إذا بدنا نحكي عن النوع الثالث اللي حكينا عليه تمام وقفنا عنده، أنا كثير هممني إنه تمام أنا جد حابب أعرف شو مشكلة إيش هدول ممكن، الصبايا إيش ممكن اللي حلها بيعانوا من قصدك؟ شبه صلع تمام حق تام زيرو ولا إشي يعني، صراحة الزراعة، فقط من وين ممكن ناخذ؟ تمام هلا شوف، زي ما ملاحظين انه كان هي المنطقة اللي هون هي اللي فاضية عند المريضة، هاي هلا هو ما بيكون بهاي الطريقة انه يعني فاضي بهاي الطريقة، بس المنطقة الخلفية للرأس هي اكثر منطقة بيكون فيها شعر، واللي بنقدر ناخذ منها البصيلات الخلفية والجوانب. الخلفية وجنب، في معنى جوانب صورة، الشعر، في معنى صورة للشعر وعم بيشيلوا هيك شقحة من هاي الشعر الطريقة القديمة للزراعة صراحة، اللي بعد الطريقة هاي اللي القديمة. بعديها بتخيل هاي أنواع الصلع، هذا أنواع الصلع برضو، هذا وهاي برضو أنواع الصلع عند للرجال. الرجال كمان وحدة. أيوة هاي هي تمام هلا هاي الطريقة القديمة للزراعة، كانوا بياخدوا جرافت كامل، عرفت علي كيف؟ بياخدوا قطعة بياخدوا وبتتقطع شريحة كاملة، بتتقطع يعني بيقعدوا تتقطع بسكين بهاي الطريقة، وكم شعرة وبعديها بيكون بكل تنزرع قطعة؟ 3 4 5 6 ديبندينج على كمية بصيلات، البصيلات الموجودة ولدز. بهاي الشريحة. تمام هاي الفكرة. هاي هي الفكرة. بعدين فبنقول للناس اللي عندهم صلع كامل، للصبايا الزراعة على الأغلب هي حلهم الحل. هي الحل مرات، الرئيسي. حتى لو الزراعة يعني مرات الزراعة ما بتزبطش، يعني تيجي المريضة بقولها صراحة ما عندك بصيلات، كمية بصيلات من ورا اني انا اقدر ما كان اخذها، في كان في لازم نقصدهم. بصفي بتحصل على يعني بتروح على حلول اخرى زي التركيب، البواريك، الكونفولاج، يعني انه اشي تجميلي اكثر من انه اشي طبي فعلي. رويدة العتوم من جرش، تفضلي انت معنا على الهواء، اهلا وسهلا باهل جرش كلهم، بنحييكم، تفضلي انت على الهواء. الو، اهلا، مرحبا دكتور، اهلا وسهلا، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب، كيف صحتك؟ الله يسلمك، الله يسعدك، تسلم، الله يخليكي. قولي لنا شو سؤالك. دكتور انا متزوجة، عمري 36 سنة، وشعري لفترة معينة كان يعني احلى من هيك ما فيه،
لعند ما كان عمرك؟ لحد ما صار 28 29 بلش يخف. لاحظت انا حتى لما حكوا لي قصيه اعملي له حل صرت اقص فيه بطل يطول. 28 سنة بلش يتساقط. بلش يخف، كان كثير خميس. اتزوجتي؟ عندك اولاد؟ عندي طفل واحد، ما بعرف اذا لانه انا عملت عملية طفل انابيب مرتين، ما بعرف له علاقة بالهرمونات. هذا طبعا هلا بنجاوبك. هذا الشيء حسيتيه بعد ما جبتي البيبي، بعد ما ولدتي حسيتي بهذا التناقص بالشعر؟ ايوه بعد ما خلفت البيبي. اوكي ان شاء الله يا رويدة بنجاوب على سؤالك. معنا اتصال ثاني، ياسمين اهلا وسهلا، تفضلي انت على الهواء. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. حابة احكي مع الدكتورة. تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، اهلا وسهلا. انا ياسمين حياصات. اهلا وسهلا ياسمين. انا كان شعري طويل كتير كتير، يعني تحت الركب. اوكي. وكنت اروح على المسبح، فمية المسبح بالكلور وهيك يعني خربت لي شعري. من يوميتها لهلا يعني كتير شعري صار يتقصف وبطل يطول زي الاول، كل ما يطول بتقصف وبضطر اقصه وخشم. سويت فحوصات وهيك طلع خمول بالغدة الدرقية. فإلها دخل؟ طبعا. وإذا إلها دخل شو علاجها؟ طبعا يعني احنا هذا اصلا الموضوع اللي كنا بنحكي فيه، هذا اللي كنا واقفين عليه. ياسمين هلا بنرد عليك. طبعاً. عروب تفضلي انت على الهواء. اهلا وسهلا عروب الرواشدة، تفضلي انت على الهواء. الو مساء النور. اهلا، كيفك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بس انا حابه احكي لك عشان تفضلي سامعينك. هي سامعة من التلفزيون. انت بدك توطي صوت التلفزيون، تسمعينا بس من التليفون. وطي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون. ايوه خليكي بس على التليفون، قولي لنا سامعينك. يا عروب بحكي لك دكتورة، انا كثير شعري بحت وما بعرف شو القصة. يعني انت عمري قد ايه عمرك عروب؟ عمري 22 سنه. اوه 22 سنه. متزوجه؟ لا مش متزوجه. عملتي اي فحوصات؟ نعم. فحوصات دم عملتي؟ عملت. تمام حكولي. عملتي الفحوصات اللي بالضبط اللي انا حكيتها؟ انا بعرف مرات بتعمل الفحوصات زي السي بي سي، ما بيكفي قوت الدم لحالها، ما بتكفي. لازم نرجع نحكي نعيد في فحوصات محدده لتساقط الشعر زي مخزون الحديد، الفيريتين، الزنك، الفيتامين دي 3 والغده الدرقيه. ما تاخذوا فحوصات دم على مزاجكم، ما تاخذوها مش كبد طبيه واضحه دائما. احنا سمعنا اتصال من غيث، انا لانه اول رجل بالاتصال فبدي اجاوب معه اخذه وبعدين نكمل، بدنا نوقف شوي ونكمل نجاوب اسئلتكم. غيث تفضل انت على الهواء. الو مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن اسال الدكتوره اذا سمحت؟ تفضل. والله بدي اسالك دكتوره في الفضائيات الاردنيه الخاصه، يعني بدون ذكر اسماء، بانه كثير عن الشعر مثلا زيت الصبار، وفي مشط ليزر هيك بيطلع منه اشعه لونها حمراء. تمام. يعني هذا تجاري ولا صحيح بيعمل الشعر؟ في شيء ثاني بيقول لك بيعمل بيرست وانفجارات بالراس. نصيحه منك. تمام، ما قال رح احكي لك. حاضر جاوبوش. وصل يا غايد، خلص ان شاء الله بنجاوبكم عليهم. بدنا نجاوب على الاسئله التاليه. ياسمين قالت بتروح كثير على المسبح، من يوم ما صارت تروح على المسبح من الكلور تعب شعرها، شو مدى؟ بعدين فحصت الغده الدرقيه نفسها ياسمين، لقت عندها الغده الدرقيه ضعيفه. ماشي، هاي هيك قصة ياسمين. فهي النقطة انه على الاغلب ما كان السبب البداية هو المسبح، في كتير ستات بيسبحوا، اتفقنا؟ فما له علاقة. بس اللي على الاغلب لا. هلا اقول لك، هلا الشعرة زي ما بنعرف انه في الجذر اللي جوا. ماشي، وفي عندنا شعرة او الفوليكل. تمام، اللي هي اللي جوا الجذر الام. وفي عندنا الشعرة الخارجية. هلا زي ما احنا بنهتم بالداخلي عن طريق اكلنا او المالتي فيتامينز اللي احنا بناخدها، لازم نهتم برضه بالشعرة الخارجية تبعتنا بهاي الطريقة، اللي هو مثلا انا بسبح او بتشمس او وات ايفر، يعني اني انا لازم استخدم زيوت للشعر، ماسكات للشعر، اني اغذي الخارجي تبع الشعرة مش بس الداخلي. هذا كثير مهم، هذا بالنسبة للمسابح نحكي. اما بالنسبة لياسمين هي عندها طبعا نقص غدة درقية، طبعا بيؤدي لمشكلة، لازم تراجع أخصائي غدد صماء يبلشها هو على العلاجات، يعني مش طبيب جلدية. ياسمين لحياصات راجعي طبيب غدد صماء. إذا أنت تأكدتي أنه عندك ضعف بالغدة الدرقية بتقولي دكتورة رشا نرجع على طبيب غدد صماء. ناخذ اتصال أبو علي، تفضل أنت على الهواء. ألو. أيوة
الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. تفضل اسالنا. والله يا دكتور بدي استشيرك بهالموضوع. تفضل. في طفل يعني عمره 2 تقريبا. ايوه. فالطفل صار معه يعني في وجهه وعلى صدره وعلى رجليه زي حب يعني كثير طلع، وعلى راسه وعلى شعره من هون من هون. حب طلع على وجهه وعلى صدره وعلى شعره؟ نعم نعم يا دكتور. عمره 2. نعم عمره 2 تقريبا. ممكن نقول سيكتو حصبه اذا كان يعني سلق ودينا دلوقتي. على دكتور وديناه وفحصوه على الفحوصات المخبريه. ايوه. قالوا هذا ما في شيء، هذا فايروس بيقولوا فايروس. طيب الولد كل ما باله يزداد الحب عن عم تزداد يعني الحبوب. قد ايه صار لها هاي الحبوب؟ هلا هي يعني هلا عم بيعاني هو الطفل من حبوبه، قد ايه صار لها؟ تقريبا صار له حوالي 10 12 15 يوم تقريبا هيك على هالحاله. لازم ينشاف صراحه من قبل اخصائي جلديه. لازم 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 ينعرض على اخصائي جلديه طوالي، على اخصائي جلديه. هذا بده فحص سريري. بده فحص سريري. مش بقدرش الشخص. معنا عبد الله السواعي، تفضل عبد الله انت على الهواء. الو مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا، اهلين. مساء الخير لك ومساء الخير للدكتوره. اهلا وسهلا. الله يحييك، اهلا وسهلا، تفضل. عبد الله السواعي من محافظة عجلون يا سيدي. اهلا وسهلا بك وباهل عجلون جميعا، كيف الجو عندكم؟ حلو؟ هالأيام؟ والله ممتاز، والله يعني ممتاز، ودائما يعني احنا كمان بنعزمكم والله على الله يخليك يا رب، اكيد ما بنستغني عن طلعات عجلون وجوها اللطيف. تفضل سيد عبد الله السواعي، معك الدكتورة رشا رشيد اخصائية الجلدية، تفضل. طيب طبعا احنا بنحييك دكتور وبنحيي الدكتورة رشا، وانا يعني سؤالي حول التهابات الاذن الوسطى، التهابات الاذن الوسطى، واثنين عن الصداع اليومي او الصداع خلينا نقول الصداع. يعني بتعرف بالنسبه للريفانين اذا والاسبرين، ويعني اذا كمان بتعرف كل يوم بصير يعني حوالي يعني يوم كل يومين كل ثلاث صداع. ايوه. فبالنسبه للصداع وبالنسبه للالتهابات الاذن الوسطى يعني الصداع والالتهابات. طيب عبد الله بدي ان شاء الله وصلت بنرد عليك، التهابات الاذن الوسطى والصداع عبد الله ممكن جاوب عليهم في يوم اخر، رح اسجل ملاحظتك انا بس اليوم عم نحكي عن الجلديه والشعر، فنحاول نضل بهذا الموضوع ان شاء الله بنرد لك خبر عليهم ورح نحاول نذكرك فيهم. اخر اتصال بنكمل مع الدكتوره رشا، رح نوقف الاتصالات شوي هلا. لانا لانا وكمان اتصال. لانا تفضلي انت على الهواء، اهلا وسهلا. الو مرحبا. اهلين. مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. مساء الخير للدكتوره. اهلا وسهلا. بدي حابه اسال سؤال، هلا الشعر الخفيف في مثلا واحد بيقدر ياخذ فيتامينات او ادويه معينه انه بتساعد انه على سماكه الشعر؟ فيتامينات. اوكي. فيتامينات او شيء بكمل يعني. تمام. اوكي. الو تفضل. الو تفضلي. تفضل. معك مريم من عمان. اهلا مريم، اهلا وسهلا يا مريم، تفضلي سؤالك يا مريم. اسالك، بدي اسال الدكتوره بالنسبه لعمليات قص المعده، وبعد قص المعده بصير ترهلات في الجسم، شو الحل؟ اوكي. الجلد الزياده بعد عمليات تخسيس الوزن من قص معده وغيره. طيب. بصير ترهل في الجلد، شو الحل؟ طيب. ترهل بالجلد. تمام. اوكي. اهلا وسهلا دكتوره رشا، كميه الاتصالات يعني كثيره ما عم بيصح لنا انه احنا نجاوبكم، فرح نوقف الاتصالات شوي عشان بدنا احنا يعني بنحب ناخذ كل تساؤلاتكم، بس بدنا برضه نعطيكم حقكم ولو بجواب قصير يكون صحيح، فرح نوقف، بدنا نعتذر منكم على بقيه الاتصالات، بدنا نوقف شويه اتصالات نجاوب على هدول الاسئله، نحكي شوي عن موضوع الحلقه عشان نفيد الناس، وبعدين اذا ضل في مجال ممكن ناخذ كمان اتصال او اتصالين.